أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم أصدقائي. فموضوعنا لهذا اليوم هو الدعاء في هذا الشهر الفضيل، وإن للدعاء أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، فهذا الشهر تكون فيه الدعوة مستجابة لنا إن شاء الله. فورد عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبته التي ألقاها في استقبال الشهر الفضيل أنه قال: ودعاؤكم فيه مستجاب. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من فتح له من الدعاء منكم فتحت له أبواب الإجابة. فهذا الشهر قد فتح الله سبحانه وتعالى لنا فيه الدعاء، يعني أن الله أيضا قد فتح لنا إجابة دعواتنا. وأفضل ما ندعو فيه بهذا الشهر الفضيل هو أن يعجل الله عز وجل تعجيل فرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن للصائم دعوة لا ترد، اللي وارد عن أهل البيت عليهم السلام إن دعوة الصائم لا ترد. فعلينا في هذا الشهر أن نكثر من الدعاء بتعجيل فرج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. شيخنا، ليش الله ما استجاب دعانا إذا دعين؟ أحسنت. سأل أخوكم محمد يقول: إحنا في هذا الشهر الفضيل، وهذا الشهر من فوائده أو من فضله على باقي الأشهر وباقي الأيام أن الله يستجيب فيه الدعاء، فإحنا إذا كنا بهذا الشهر وأبواب الإجابة مفتحة، فلماذا يعني ليش الله سبحانه وتعالى ما جاء يستجيب دعانا؟ فمن اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ شيخنا أنا أعرف. تفضل. كثرة الذنوب اللي يسويها الإنسان تمنع استجابة الدعاء. أحسنت. جاوب أخوكم مصطفى يقول إن الذنوب اللي يسويها الإنسان هي اللي تكون حاجبة عن إجابة الدعوة، وهذا أيضا اللي ورد بالروايات عن أهل البيت عليهم السلام، فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا تستبطئن إجابة دعوتك وقد سددت طريقه بالذنوب. يعني هاي الذنوب هي اللي تكون فاصل أو حاجب عن استجابة الدعوة. وأيضا قد ورد في دعاء كميل عليه السلام: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء. فهاي الذنوب اللي يسويها الإنسان واللي تصدر منه تحجب هذا الدعاء. ومن الذنوب اللي تحجب الدعاء هي النفاق بين الإخوان وترك الصدقة. يعني وارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: الذنوب اللي تحجب الدعاء سوء النية، واحد نيته سيء اتجاه إخوانه أو اتجاه أقاربه أو اتجاه الدين. وأيضا خبث السريرة، سريرته تكون مو سريرة سليمة حتى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة. وأيضا النفاق بين الإخوان، إلى آخر الموجبات لحجب الدعاء الواردة عن الإمام زين العابدين عليه السلام. فهذه الموانع اللي يسويها الإنسان أو اللي تكون محيطة به هي هاي اللي مانع عن الإجابة الدعاء. حتى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في وصف حال بقية المؤمنين اللي الله سبحانه وتعالى استجاب لهم الدعوات اللي دعوها اللي طلبوها من الله في الدنيا، فيقول: فيتمنى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة مما يرى من حسن الثواب. فيشوفون هناك الثواب العظيم اللي نالوا المؤمنين في يوم القيامة اللي الله سبحانه وتعالى حجب عنهم الإجابة، فأعطاهم على حجب هذه الإجابة أضعاف الثواب وجازاهم بأحسن الجزاء. فإذن أن الدعاء تارة يستجاب في الدنيا فننال ثواب الدنيا، وأخرى لا يستجاب
في الدنيا، لكن ثواب الآخرة يكون أعظم من ثواب الدنيا. فإن شاء الله يكون اليوم جوابنا واضح وياكم، وإن شاء الله نلتقي في بقية الحلقات القادمة. وبهذا أعزائي المشاهدين ينتهي حديثنا في هذا اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر صيام وقيام يا رمضان.